متابعينا الاوفياء اينما كنتم، نحييكم من مدينه بن طيب اقليم الدريوش. معنا نبيل الحوت. نبيل مرحبا بك موقع عارفينو. مرحبا سي يونس. شكرا شكرا سي يونس. بعد الفوز بحق المنتخب المغربي وسود الاطلس، هزيمه او سحق ما فريق البرتغال، ما كيف يعني كيفاش الفرحه ديال نبيل؟ واحد الفرحه ما تصورش. اذا السلام عليكم، صف لنا الفرحه ديال الساكنه بن طيب وفرحه نبيل. اذا معكم نبيل الحوت من مدينه بن طيب اقليم الدريوش، على الصعيد معروف على الوطني مدينه بن طيب اقليم الدريوش. دابا حنا كنحتفلوا من البارح، حنا كنحتفلوا الشعب المغربي كاملين، الشعب العرب الافريقي، الشعب الخارج داخل الوطن خارج الوطن اسيا، المهم العالم كامل، العالم العربي. تحياتي للشعب العالم العربي والخوه الجزائر. احنا كنحتفلوا كاملين، احنا عاد من البارح كنحتفلوا هنا في المدينه بن طيب اقليم الدريوش. ما تصورش اخويا يونس واحد الفرحه كبير كبير كبير. تحياتي للعابه، تحياتي لوالد الركراكي، تحياتي لوالد الركراكي، تحياتي للعابه كاملين، تحياتي للاعب امرابط ولد بلاد ديالنا ولد بن طيب سفيان امرابط. تحياتي الشكر 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 جزيلا للرئيس السيد فوزي القجع من هنا حتى البركان. تحياتي خويا فوزي الرئيس القجع من هنا حتى البركان، وشكرا شكرا. وتحياتي كنشكروا الملك ديالنا محمد السادس، نصره الله حفظه الله، اسره العلويه كامله، يحيى محمد السادس. كنشكروا محمد السادس ديالنا، كنشكروا الشعب، كنشكروا بزاف والد الركراكي الفرقه ديال المغرب المنتخب الوطني، والفرحه كبيره للشعب العالم. هذه منذ من 86 حنا ما طلعناش لا الربع لا سميتو النصف النهائي. دابا الحمد لله عندنا فريق قوي قوي بزاف. اول مره عبر اول مره التاريخ. في التاريخ اول مره المدرب. التوقع ديالك قبل ما يبدا، قبل ما تبدا المقابله اللي جمعت ما بين المغرب والبرتغال. انا التوقع ديالي اللي عندي، التوقع ديالي عندي هنايا الناس شاهدين عندي هنايا هنا الناس قبل ما يبداو الكاس العالم، كان عندي توقع ديالي النتيجه. انا حسيت ديال البرتغال قلت غادي نربحوا، اسبانيا قلت غادي نربحوا، كرواتيا قلت غادي نتعادلوا ولا نربحوا، والبلجيك عندي التوقع عندي النتيجه. عندي الناس هنايا بزاف بن طيب فين كان انا فين كتفرج في القهوه ديال النيت هنايا بارادا، عندي بزاف ديال الناس. كاين شي عندي الناس على حسب التوقع ديال النتيجه. دابا عندي توقع ديال النتيجه ديال فرنسا. احنا مقبلين بصح، مقبلين على مباراه اللي غتجمع ما بين المنتخب الوطني وفرنسا. وفرنسا التوقع ديالك؟ التوقع ديالي نيشان هاد الكلمه اللي غادي نقول ياك. ديجا داك النهار وملي لعبنا مع كندا كان عندي التوقع عندك دابا عاد في الفيديو. مرحبا. كاينه ولا ما كاينه؟ التوقع اللي غادي نقول لكم دابا سواء داخل الوطن خارج الوطن العالم العربي، التوقع اللي غادي نقول لكم هنايا معكم نبيل الحوت مدينه بن طيب، عندنا فرنسا في الجيب. فرنسا غادي نربحوا، غادي نربحوا 2-0. وهذا الكلام اللي كنقول لك غادي تحل عليه المسؤوليه. هذا الكلام اللي غادي نقول لك غادي تحل عليه المسؤوليه. غادي نربحوا لفرنسا، نربحوا 2-0، غادي نلعبوا الفينال. الفينال اما نلعبوا مع كرواتيا اما مع ارجنتين، المهم الفينال غادي نلعبوه. النصف النهائيه نهار الاربعاء غادي نلعبوا، غادي نربحوا لفرنسا. فرنسا بعدهم ما يخلعونا. حنا علاش كنقول لك علاش ما غاديش يخلعونا؟ ما غاديش عندنا لعابه، عندنا مايسترو، عندنا حكيمي، عندنا اشرا زياج، عندنا المرابط، عندنا لعابه نيشان، عندنا احسن العارس الحارس في العالم، عندنا احسن كيبو في العالم، عندنا احسن دفاع الوسط. ما عندك ما يقول لي يا بنادم هذه ولا انا اللي كنقول لك. التوقع اللي كنقول فرنسا ما تخلعناش. شنو غادي دير فرنسا الله يهديك؟ شنو غادي دير هذاك الصعب؟ من خلال التصريح ديالك انا بيك كتبان لي ثقه، عندك ثقه في المنتخب الوطني. انا عندي ثقه مليون مليون في 200، عندي ثقه. كنقول لكم الساكنه بن طيب، الساكنه المغاربه، كنقول لكم هنايا لجميع الوطن، كنقول لكم هذا الربح اللي كنقول لكم دابا غادي تنشر ان شاء الله. كنقول لكم من عندنا نبيل الحوت مدينه بن طيب معروف على الصعيد الوطني، كنقول لكم فرنسا غادي نربحوا. عندنا لعابه راه عندهم شويه اصابه، ولكن من هنا حتى الاربعاء ان شاء الله غادي يلعبوا كاملين. كنقول لك نيشان الربح عندنا الربح، غنلعبوا النهائيه ان شاء الله غادي نديو الكاس. عندنا لعابه، عندنا الوالد الركراكي. انا اليوم تفرجت شي صحافه ديال المانيا، شي صحافه ديال المانيا بدا كيهضروا على المغرب وفرنسا. فرنسا خايفه من دابا،
عيا ما يديروا عيا ما يديروا تشكيله شي ما فهموش هذا المدرب اللي عندنا هذا الراس لابوكي لابوكا تحياتي الراس لابوكي حيت علاش لابوكا واعر الراس لابوكا ما تقدرش تخطط فهمت ولا دابا فرحونا بزاف حنا فرحين بزاف الشعب المغربي الشعب العربي الشعب الافريقي الشعب الاسيا العالم داخل الوطن خارج الوطن حنا فرحانين بزاف وبزاف بزاف بزاف وشكرا شكرا ولد بلادي ولد بلادي شحال النتيجه توقع النتيجه ما بين منتخب المغرب وفرنسا 2-0 جوج لصالح جوج زيرو غادي نربحو بجوج زيرو لصالح المنتخب الوطني شنو اخي جوج شكون اللي غيماركيها واش شكون غادي ماركي جوج زيرو كمل الشرح غادي ماركي سميتو صوفيا سميتو غادي ماركي صوفيا البوفال غادي ماركي ان شاء الله نصيري هادو غادي ماركي وهادي وحكيمي اشرف جيش من كيقلا واحد المايسترو كيلقى واحد الفرقه كبيره بزاف فيه الضغط على حسب الشوق كيقول غادي يربحوا ولكن جيش غادي يربح انا متيقن على النتيجه ديالي اللي كنقول لك دابا غادي يربحوا بجوج زيرو فرنسا ما تخلعناش نلعبوا النهائيه عادي بحال كندا بحال اسبانيا غادي نتاهلوا ان شاء الله غادي نلعبوا النهائيه ان شاء الله الكاس هذا الكاس العالم ان شاء الله غادي يجي للمغرب دابا ولكن عندي واحد المشكل دابا الا جبنا الكاس فين غادي نديروه نديروه في الجامعه الجامعه دابا كطلع عندي واحد المشكل هنايا ان شاء الله هذا المشكل اللي عندي راه الرايه المغربيه ما بقيناش لاعبين الكاس الرايه المغربيه الملك الله الوطن الملك يحيى محمد السادس ها هو ترابو تبان لي فرحان انا فرحان فرحان بزاف وبزاف بزاف حنا ما خدمناش هذه بشحال ما خدمناش كتفرجوا غير في الكاس العالم وكلشي المهم الحمد لله حب الاوطان من الايمان نزيدك هذه حب الاوطان من الايمان الايمان اذا النتيجه قلتي 2-0 جون زيرو عندي واحد المشكل غادي نهضر عليه دابا تفضل المشكل اللي بقات فينا بزاف الاقليم الدريواش ومدينه بنطيب القناه دوزام القناه دوزام جايه كامله في المغرب هزات سميت القناه الثانيه القناه الثانيه كاملين مشاو في المغرب الا بنطيب اقليم الدريواش علاش دابا كان حنا كنتاسفوا بزاف كنتالموا كنتاسفوا بزاف بقات فينا الالات الساكنات 24000 نسمة ديال السكان مدينة بنطيب ما جاوش هنا للقناة راه حشومة حنا راه هزينا ترابو هزينا تصويرة الملك واش حنا ماشي مغاربة ولا حنا بغينا القناة تجي ان شاء الله نهار الاربعاء على ما فهمت على ما فهمت انا القناة الرسمية ولا القناة الثانية والقناة الأولى القناة الثانية قلت القناة الأولى أو القناة الثانية إذا إعلام القناة الأمازيغية إن شاء الله الإعلام الوطني أو علاه واش حنا ماشي القناة الثانية قصات اقليم الدريوش مدينه بنطيب اللي الناس ديالها خرجوا 24000 نسمه واش خرجت كامله؟ وحنا خرجين كاملين من البارح حنا كنسهروا الدراري الصغارين خرجوا الشيوخ العيالات ديال الوالدين ديالنا كاملين خرجوا ميساج واضح للقناه الثانيه والقناه الاولى عندنا العباد بزاف اذا انا بغيتش نكمل غير العباره ديال كنابيل هذه رساله واضحه للقناه الثانيه والقناه الاولى خصهم ضروري يزوروا اقليم الدريوش حيت كاين مشجعين كاين متتبعين الشان الرياضي متتبعين عندنا انا في مصر عندنا كما كنشوفوا راه لابس كلشي كنشوف احمر احمر وخضر علي 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 المنتخب علي المنتخب علي لي ماروك اوه علي 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 المنتخب علي سفيان مرابط اوه سفيان تحياتي كانوا جداد الرساله سفيان المرابط المنتخبون واش خرجوا تاهما الشارع واش خرجوا رئيس الجامعه فوزي القجاع المنتخبون المحليين المنتخب ديال الجامعات والمنتخب واش خرجوا حتى هما للشارع خارج حتى هما كنتمنى ان شاء الله الاربعاء الجايين ان شاء الله مين غادي يربحوا كنتمنوا السيد الرئيس البلديه ان شاء الله غادي يخرج والمنتخبين كاملين غادي يخرجوا يشاركوا الفرحه يشاركوا معنا الفرحه المنتخبين الرؤساء كاملين ان شاء الله غادي يفرحوا معنا وكنتمنى هضر الاربعاء ان شاء الله كنقول هذا الميساج راه حنا رابحين طايقين رابحين رابحين الخبر اللي كنقول لكم عند الشريف السينابين نبيل الحوت كنقول لكم هذا الميساج بارطاجي راه مغاربه رابحين عندنا المنتخب رابحين فرنسا ما عندها ما يدير بومبي ما عندهم ما يدير كلشي ما عندهم ما يدير اذا نبيل حوت كنشكروك من هذا المنبر شكرا نبيل تحياتي داخل الوطن خارج الوطن تحياتي داخل الوطن ها هي ترافو علي 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 كنا معكم من مدينة بنطيب إقليم الدريوش شكرا لمتابعينا أينما كنتم.